منبلش اليوم بموضوعنا بفاميلي مع دكتور وائل سلامة، اختصاصي بالأمراض العقلية والنفسية وأستاذ جامعي اضطراب ثنائي القطب أو بايبولر ديسوردر. صباح الخير دكتور. قررنا نحكي عن هالموضوع، يمكن حكين فيه قبل بس ضروري نرجع ونعالج هيدا الشيء، لأنه اليوم عم بيصير فيه تشخيص أوفر. بفتكر كل الناس صاروا هيك محط كلام أنه يي حرام هيدا بايبولر. قد ايه مهم انه نحدد الموضوع بالبدايه لحتى نعرف كمان طريقه التشخيص وطريقه العلاج ايضا؟ مثل ما قلتي رانيا، صارت بمحل معين اذا صح التعبير ترند، انه الواحد اذا كان عنده حيالله نوع من التقلب المزاجي بنقول باي بولر، اذا شوي عصب زياده على اللزوم بنقول انه الشخص اكزاكتلي مفصوم او باي بولر. واكيد هول كلمات كثير حساسه، لانه الشخص اللي عن جد بيعاني من الباي بولر ديس اوردر مشواره بهيدي الحاله وهيدي المرض مشوار كثير طويل. يعني في اساءة لهول الاشخاص لما نحن نستعمل هيدي المصطلحات لنعبر عن شخص يمكن بمحل معين رده فعله كانت زياده على اللزوم. الباي بولر ديس اوردر بشكل عام هي موجوده ما يقارب، تفرق من دراسه لدراسه، بس بين 2.5 وال 4% من المجتمع. يعني بين كل 100 شخص في عندنا بين 2 و4 بالفعل عندهم باي بولر ديس اوردر. واو، هي نسبه منا هينه ابدا. بالضبط، سو هي موجوده من الامراض اللي هي فعلا موجوده بشكل مكثف بالمجتمع. هلا اكيد في درجات للباي بولر وبنحكي عنها، بس مثل ما قلت كثير مهم نحن نفرق بين شخص عن جد عنده هيدا الاضطراب النفسي وبين شخص يمكن بمحل معين عنده اضطرابات سلوكيه او عنده تقلبات مزاجيه ولكن ما بتصب بخانه الباي بولر. التقلب او التقلبات المزاجيه كيف فينا نحن نحط لها درجاتها؟ يعني اليوم الباي بولر هو نفسه يلي بيصير بعدين عنده سكيزوفرينيا او انفصام، هل هو ذاته يلي ببلش بالسايكلوتيميا؟ يعني قد ايه هول المشاكل او الديس اوردرز معلقين ببعضهم ويمكن ما لهم علاقه نهائيا؟ يعني هون شيء وهون شيء. اوكي، سو سؤال كثير مهم. المود سوينجز، تقلبات المزاج، هي منا حاله او اضطراب نفسي، هي شيء طبيعي بيمرق فيها الانسان وهي رده فعل اجمالا على عوامل خارجيه. نحكي مثلا عن تغيرات الهرمونيه اللي بتصير بالجسم عند البلوغ او حتى عند النساء عند المينوبوز، وكل شهر مع الرجل مع الميعاد بنشوف انه في هول المود سوينجز، التقلبات المزاجيه، هيدي ما بتفوت باضطرابات نفسيه، هذا شيء طبيعي. بنفس الوقت اذا حدا كان عنده ضغوطات، مشاكل بالشغل، مشاكل منزليه، مشاكل عائليه، هيدي كلها فيها تسبب تقلبات مزاجية. سو المود سوينجز بنعتبرهم شيء كل عادي. انسان بالضبط، كل انسان بيمرق فيها. اذا بدنا نجي على السبكتر، اي خط الاضطرابات اللي لها علاقه بثنائي القطب، ابسط شيء عندنا اياه هو السايكلوثايميا، اللي هي تقلبات مزاجيه متكرره وكثيره ولكن حديتها قليله، يعني ما بتوصل لدرجه اللي هي بتوصل للباي بولر. ما بتكون حسب وضع معين او حسب مشكل معين، بتصير هيك. صح، في مرات اكيد في مرات معقول يكون في مسبب، خناقه، جدال، حدا صار معه خبريه مش كثير حلوه، والعكس صحيح. دائما نحن بنركز بالاضطرابات النفسيه على الاخبار السلبيه انه هي بتسبب المرض، ولكن بالباي بولر الخبر الحلو بيقدر يكون هو سبب لهذا المرض اللي كان نايم انه يوعى. سو دائما الشخص اللي معرض لهيدي التقلبات المزاجيه ضمن خانه الباي بولر ديس اوردر بدنا ننتبه انه حيالله ايموشنال اكسايتمنت ايجابي او سلبي فيها هي تكون مسبب للمرض. اذا عندنا باول السبكتر عندنا السايكلوثايميا اللي هي في تقلبات كثيره ولكن حديتها خفيفة جدا، ما بتأثر على حياة الشخص اليومية وما بتأثر على إنتاجية الشخص. بدها كمان علاج السايكلوثايميا؟ أوكي، بمحل معين في كتير ناس بيعيشوا بلا علاج بالسايكلوثايميا، نسبة عالية، ولكن في نسبة تانية إذا بدنا نقول ما يقارب 30-45% من الناس اللي عندهم سايكلوثايميا هن بحاجة دواء، بحاجة دوزات قليلة كتير، لأنه هي التقلبات المزاجية المتكررة مع الوقت فيها تودي لديبرشن، مش بتودي لباي بولر، ولكن التعب اللي هن بيعيشوه انه ساعة أنا منيح، ساعة أنا مش منيح، ساعة شغلة صغيرة أثرت فيي، هولي بتعبوا الواحد. بيوصل لمحل بيصير عنده إرهاق exhaustion وهيدي بتولد حالة اكتئاب. فهون دواء خفيف بيكون عم بيساعدهم لحتى يكونوا أكثر عندهم استقرار نفسي، بس مش هي مثل عم بتقول اللي بتودي للباي بولر ديس أوردر، معناتها هون شيء مختلف كليا. إنسان إذا بلش سايكلوثايميا
سايكلوثايميك بضل كل حياته سايكلوثايميك مش حيتطور للباي بولر، وهذا الشغل كتير مهم انه نسلط الضوء عليه. الباي بولر ديس اوردر بيتحول للسكيزوفرينيا او الانفصام. اوكي، سو الباي بولر بشكل عام اكيد لا، هن حالتين منفصلين كمان. ولكن ضمن الباي بولر عندنا مثل ما قلنا سايكلوثايميا باي بولر 1 وباي بولر 2. اوكي، الباي بولر 2 هي بين السايكلوثايميا والباي بولر 1، يعني حاله متوسطه، بيكون في تقلبات مزاجيه واضحه اكثر من السايكلوثايميا ولكن ما فيها عوارض الذهان اي عوارض الانفصام. لما يكون عندنا عوارض هلوسات تهيؤات هون منصير باي بولر 1. وبنفس الوقت بدنا نفرق، مش معناتها اذا شخص عنده باي بولر انه هو صار عنده انفصام، لانه منشوف الفرق انه الشخص اللي بيعاني من الانفصام او الشيزوفرينيا بيكون بكل الوقت بغض النظر عن وجود او عدم وجود تقلبات مزاجيه بيكون فيها هلوسات وتهيؤات. بينما الشخص اللي عنده باي بولر مع عوارض ذهنيه بتصير هيدي العوارض بس لما يمرق بفتره اكتئاب، او العكس لما يكون بفتره صعود اي فتره ماسيه. معناتها ما لهم علاقه كمان أكيد. ببعضهم صح. اذا بدنا نحكي عن عوارض الباي بولر ديس اوردر، بدايه باي عمر ببلش يبين؟ هل في مسببات؟ هل في اشياء ممكن تخلق هذا الموضوع، او هو كمان موجود اساسا بالجينز تبع الناس؟ بالجين. سو اكيد في دور وراثي كثير كبير بالباي بولر. بنشوف انه الاشخاص اللي عندهم احد الاهالي الام او البي شخص واحد باي بولر، في نسبه زياده عند الطفل انه يطلع عنده باي بولر ما يقارب 30%. إذا الوالدين الأم والبي كانوا باي بولر النسبة بترتفع لبين 50 و75%. كتير قليلة، كتير قليلة أكيد، نادرة جدا. ببلش عوارض الباي بولر، وهيدي كتير مهم ننتبه لها، أنه أكترية الأشخاص بيكون عندهم عوارض من الباي بولر قبل عمر 20 سنة، ولكن ما بيتم التشخيص لأنه منحطها تحت خانة أنه ولد شوي هايبر أكتف، ولد عنده ADHD، بنت عصبية شوي أو مراهقة. بالضبط. سو كتير مهم انه ننتبه لهذا الشيء. التشخيص عادة بيصير بين 25 و35 بأغلبية الحالات. يعني عم ننطر كتير. صح، في تقريبا 10 سنين. يعني عم نقول ببلش بعمر المراهقة يبين، مننطر 10 سنين؟ منا هينة. ايه؟ ليه؟ لأنه مثل ما عم بقول لك مرات كتير مرات كتير العوارض بتكون بعدها خفيفة، ونحن يمكن ننسبها لقصص تانية مثل ما قلنا تقلبات بالهرمون، مشاكل المراهقة، ما منحطها تحت خانة الباي بولر. شغلة تانية كتير مهمة نسلط الضوء، في كتير ناس بيفكروا أنه الباي بولر ديس أوردر هن معرضين لإلى الرجال أكثر من النساء، ولكن نسبة حصول الباي بولر هي متساوية بين الرجال والنساء. الفرق أنه أول حالة عند المرأة عادة بتكون حالة اكتئاب. سو أول برزنتيشن بتكون هي جاية مع عوارض اكتئابية، وللأسف بيصير مرات تشخيص أنه هيدي حالة اكتئاب حادة، يعني بيصير أنه تريتمنت بتبلش العلاج على أساس أنه ديبرسيف أبسود. عند الرجال عادة أول حالة بتبين هي الحالة الماسية المانيا اللي هي عكس الديبرشن. سو التشخيص عند الرجال عادة أهون. لما نحكي عن الحالة الماسية هي كناية عن بيكون عنا عدة عوارض موجودة لفترة ما بتقل عن أسبوع، وهذا بيساعدنا تنفرق بين الباي بولر وبين المود سوينجز العادي، أو بين الباي بولر وبين حتى السايكلوثايميا، لأنه السايكلوثايميا بيقدر التقلبات المزاجية تضاين بين ساعات وبين أيام. بالباي بولر بدنا أتليست 1 ويك يكون عنا قلة حاجة للنوم، مش قلة نوم فقط. يعني الواحد إذا معود ينام 9 ساعات ونام 4-5 ساعات، تاني يوم بيقوم منه تعبان مرتاح. بيكون عنا excessive spending، عم بيصرف مصاري زايدة على اللزوم، بيكون اجتماعي أكثر من عادته. بيكون عنده مخاطرة، بيكون impulsive، يمكن يلجأ لقصص للأسف مثل المخدرات، يمكن يكون في مشاركة بعلاقات جنسية متعددة من غير الرجوع إلى أساليب الوقاية. يعني بكتير في تهور بالتصرفات. مرات التهور بده يكون حدا يعمل تاتوز فجأة كتيرة، وبعدين لما يرجع على الحالة الطبيعية يندم عليها. السواقة السريعة. أنت ما كنت بأبسود، سو طبيعي. بتقدر تكون حدا يسوق بسرعة. في مخاطرة اتجاه الحال واتجاه الآخرين، وفي كمان يكون في عدائية اتجاه الناس أكثر بكتير.
هلا في طريقه بنشخص فيها، هي منا طريقه اذا بدنا نقول مش كلينيكال دايجنوستس، مش طريقه عياديه، ولكن بشكل عام بالمجتمع بفرقوا بين الهابي مانيا وبين الاجريسيف مانيا. في ناس لما يكونوا بالحاله الماسيه بيكونوا هن كثير مبتهجين وبتتسلى معهم، وهون المخاطره، لانه هون الاشخاص لما تجي انت لترجعي ترجعيهم على الحاله الطبيعيه بيرفضوا كليا العلاج، انه بيقولوا لك انا عم بنتج وانا عم بعمل والناس بتحبني بالضبط. أيوة. وانا مبسوط، ليه بدي ارجع على محل انا كنت انعزالي بمحل معين ما كانت الناس تحبني؟ ليه؟ شو منجاوبهم؟ بكل بساطه لانه بمحل معين في كتير خطوره، انه هيدي الشغله شغلتين، يا اما بدهم يقشطوا، والقشطه خطره كتير لانه نسبه الانتحار بنحكي عنها بعدين، نسبه الانتحار بالبايبولر عاليه جدا. والشغلة الثانية انه ما في اي ضمانة انه الهابي باي بولر ما ينتقل او يتحول على اجريسيف او انجري باي بولر، وهون ساعتها بتلعب ضد مصلحته لانه اصلا الادرينالين عالي على الاخر، ويمكن اي شيء بيصير بيعصب. وبعدين بمحل معين رانيا الناس بتستغل هيدا الهابي باي بولر، يعني نحن اذا لقينا شخص مستعد يعزم الكل اليوم ويضهرهم ويسهرهم في كتير ناس مستعدين يستغلوا هيدي الحالة المرضية. نعم. لما الشخص يوعى من هيدي الحالة حيلاقي حاله فات بديونات، يمكن بساعة الساعة هو مبسوط بهيدي الأبسود، بس من بعدها حيكون في ندم كتير. دكتور، اليوم المواد يلي بيتناولوها إن كان من كحول إن كان من مخدرات إن كان يعني من أنه كمان هيك لايف ستايل معين، ممكن هو يكون التريجر؟ يعني ممكن هيدا الشخص يكون عنده يمكن جينات الاضطراب بس نايمين بيكون هو عم بحركهم بهيدي الطريقه، والعكس يعني هل ممكن شخص يكون عنده الجينات بس ما يتفاعلوا بحياته ويضلهم هيك رواق ما يبين؟ سو بمحل معين اكيد نحن بنقول انه بده يكون في ارض خصبه اللي هي الجينز، العوامل الوراثيه. بعدم وجود هيدي العوامل الوراثيه استحالة انه الشخص يكون عنده باي بولر ديس اوردر، يعني هي ما بتولد من مشي. بده يكون في مسبب، يا اما عوامل وراثيه، يا اما لا سمح الله عند الولاده صار في نقص باكسجين بمحلات معينه بالراس بتاثر على ضبط التقلبات المزاجيه، بس بده يكون عندنا ارض خصبه لهيدي المرض طبي. يعني سبب طبي 100%. أوكي. ومثل ما قلتي بعدين بده يكون عندنا العوامل. هلا هالانسان اللي عنده الارض الخصبه اذا ما صار في مسببات، ما صار في ضغوطات حياتيه، ما كان في مآسي، ما كان في جروح عاطفية، ما كان في تناول لمخدرات أو أدوات مواد معينة، كتير معقول أنه المرض يضل نايم. بينما العكس صحيح، في كتير ناس العوارض المرضية بتبين قبل وقتها لأنه بيتعاطوا قصص مثل الكحول، مثل الحشيشة، في كتير مواد بتقدر هي تخلي العوارض تبع البايبولر تبين قبل وقت الفعل. بس قديه نسبة أنه ما تبين بكل الحياة؟ نادرة جداً، لأنه كل إنسان بمحل معين بحياته بيمرق بتقلبات، حتى تقلبات الهرمونية. صحيح. يعني مش بس المينوبوز عند النساء، في عنا الأندروبوز عند الرجال. سو لو ضل لعمر 40-45 سنة ما بين عنا عوارض، يمكن بهيدي الفترة بالتقلبات الهرمونية يرجع يفيق المرض. بذكر مشاهدينا أنه فيهم يتواصلوا معنا على 0464 لطرح أي سؤال له علاقة باضطراب ثنائي القطب أو البايبولر ديسوردر. التشخيص كيف بيتم؟ اليوم نحن دائما بنقول كل الاضطرابات النفسية أو المشاكل النفسية كتير صعب أنه تتشخص، لأنه ما في فحص دم، ما في إيكو، ما في سكان، ما في أي شيء بيعطينا وبيأكد لنا 100% أنه هون في مشكلة. كيف تقدروا تعرفوا؟ وقدي دراسة كمان سكان يمكن للدماغ أو تخطيط ممكن يبين هيدا الشيء؟ سو منبلش بآخر جزء من السؤال أنه هو أهون الجواب عليه. إذا ينصح دائما اكيد بانه نعمل سكان او صوره رنين مغناطيسي MRI للراس، لانه اذا بين لا سمح الله بمحل في ورم او في سيست او في حيلا شيء بالراس، معقول هي تكون مسبب للاضطرابات المزاجيه، وبهيك حاله ساعتها نحن بنسميها حاله مزاجيه ذو قطبين ناتجه عن سبب عضوي. يعني يمكن كانسر، يمكن انتشار لإنفكشن المننجيت، مرات التهاب الراس، كل هول معقول يسببوا بايبولر. بس هون بيصح 100%، اذا استئصل الورم، اذا تعالج الالتهابات بتروح البايبولر، وبالتالي منا بايبولر مزمنه ومنا ناتجه عن اضطراب نفسي. هلا اذا عملنا صوره للراس وبين انه ما عندنا سبب عضوي لهذا الشيء، التشخيص بده يصير كلينيكال عياديا. مندور مثل ما قلنا على العوارض اللي هي موجوده لمده ما لا يقل عن اسبوع،
إذا كان في عنا عوارض ذهنية مثل الهلوسات والتهيؤات، هيدي بتهون علينا التشخيص، لأنه دغري فينا نوصل بالضبط نوصل لأنه هيدا بايبولر 1. لما ما يكون عنا هيدي العوارض بيصير في شوية لخبطة بين بايبولر 1 وبايبولر 2، لأنه نفس العوارض أو بايبولر 2 سايكلوتيم 100%. بس دكتور يعني هون بيصير في مراقبة، يعني قبل ما تبلشوا بالعلاج الدائم بتجربوا يمكن أدوية، بتجربوا علاجات، بتجربوا علاج نفسي، يعني شو بيصير بهيدي الفترة لبين ما تأكدوا 100% أنه هيدا الموضوع موجود؟ سو العلاج النفسي بيقدر يشتغل إذا شخص جاي مثل ما قلنا أول حالة أو أول انتكاسة هي حالة اكتئاب. بهون بهيدي الحالة معقول كتير الواحد يتحسن مع العلاج النفسي سايكوثيرابي. بس لما الواحد يكون بحالة ماسية نوصف هيدي الحالة إنه الشخص منه واعي أو مدرك على كل شيء، يعني الانسايت نظرته اتجاه حالته المرضية والجادجمنت أحكامه على الصح والغلط بتكون متأثرة بالحالة المرضية، وبالتالي ما كتير بيستفيد من السايكوثيرابي. هلأ على المدى الطويل كل مريض عنده بايبولر ديس أوردر بحاجة للعلاج النفسي تيفهم أهمية الالتزام بالعلاج ومخاطر توقيف العلاج. نعم، بدي أحكي عن هالموضوع كيف نقنع أكيد. أصلاً الشخص صح. أنه يجي على الفحوصات. عندي اتصال. ألو 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 بونجور. يا هلا. أنا عندي أختي، نعم، صار لهلأ تقريبا شي 20 سنة، نعم، بايبولر تشخصيت وبسايكوسيس. اوكي. شايفة كذا دكتور طبعا، وفاتت على مصح كذا مرة، نعم، وطبيعة الحال بس تفور يعني ما بعود فيه، ما منعود فينا نضبطه، بتفوت على المصح، أدويتها سيركوال، ريسبردال، بنزكسول، وفي عندها إبرة كلوبكسول. نعم. صار لها 20 سنة، هلأ صارت عمرها بالأربعينات. طبعاً هي كانت هلأ نزلت من ثلاثة أيام، من ثلاثة أيام نزلت من المستشفى. على الأسوأ وعم تاخد الأدوية، طبعاً بنلاقت بكتير مراحل إنها تكب الدواء، تبدل الدواء بدواء تاني. نعم. عندها شغلة كتير كتير بشعة، حب الشراء بشكل مش طبيعي، جنونة طبعا. هي ما اشتغلت، هي درست، عاملة أدو بريمير مونتاج، دارسة انجليش كله. شو سؤالك مدام؟ بس لو سمحت تما يسبقنا الوقت. يعني هي دارسة، ما بقد يعني الحكيم بيقول لي أختك بتضلها هيك كل عمرها، ما إلى حل. أوكي، هيدا هو السؤال، معناته هل بتضلها هيك الحياة وهل بتزيد الحالة؟ اتصال تاني. ألو ألو. اي نعم، تفضل. اي مرحبا، تفضل أنت على الهواء، أهلين. اي لو سمحت بس عندي سؤال للدكتور. تفضل. أنا ما كان عندي أي مشكلة نفسية أو عقلية نهائياً. أوكي. ولكن عطالي دواء اسمه ريسبردال أخذته. نعم. على 5 سنوات، يعني هو يعني ظلم أخذته، يعني ما كان لازم أخذه. بعد توقيف الريسبردال بقول للحكيم تشخيصك صار بايبولر ديس أوردر، صارت له هزة عقلية قوية يعني نتيجة توقيف الريسبردال. بس أنت ليه بلشت تأخذ الدواء بالأساس؟ ولا شيء، كان عندي يعني مشاكل أنا وصغير، مثلاً أكلها رعبة، مثلا عندي حاله هلع كذا هيك اشياء. انا عطاني اول شيء زولوفت، يعني علاجي كان الزولوفت اول شيء. ابتداء من اي عمر؟ من 23 سنه كان عمري، هلا عمري 45. بعد ما صارت لي هزه العقليه بقيت على الريسبردال. هل مضبوط بيعمل بايبولر، بيعمل هالحاله الريسبردال؟ حلو هالسؤال، رح نجرب نجاوب قد ما نقدر. وبنفس الوقت بعد في امل ان ارجع دماغ طبيعي يعني وبدون سلامه إدوية. قلبك مرسي لاتصالك على هالسؤال كمان. نجاوب المدام بالأول. بالنسبة لأول سؤال، الحالة إجمالا البايبولر ديس أوردر بتوصل للبيك، لذروتها بين 35 ولحد الفترة الزمنية عند النساء اللي هي حوالين المينوبوز. سو بعد ما تقطع بالمينوبوز اختها، وهون في صعوبة لأنه كمان الإدوية اللي لها علاقة بالبايبولر والسكيزوفرينيا بتخربط الميعاد. بس بشكل عام منقول حوالي عمر 45 لل 52 سنة بتبلش تخف حدة المرض. سو هل حتضل كل حياتها بايبولر؟ نعم،
ولكن بتخف إذا بدنا عدد الحالات المسيه اللي بتصير خلال السنة وقوة هول الحالات اللي بتمرق الكرايز فيها. يعني الكرايز إذا بدنا نقولها بالدارج. نعم. الأستاذ يلي اتصل فينا مزبوط في دواء بيسبب bipolar disorder؟ ولا يمكن حتى مش حقول 1% 0% إمكانية إنه الريسبردال يسبب البايبولر ديسوردر. الريسبردال هو أصلا دواء بالأساس أنتي بسيكوتيك يستخدم للزهان، ولكن كتير مرات يستخدم لقصص تانية مثل الأولاد اللي بيكون عندهم تيك تقطقة أو موتر تيك حركة مثل معينة يمكن يكون لكم بالضبط نتيجة الهلع، نعطي الريسبردال لفترة. الأشخاص اللي عندهم bipolar disorder بينعطوا ريسبردال، والأشخاص اللي عندهم سكيزوفرين بينعطوا. توقيف الدواء ولا يمكن أنه يسبب bipolar disorder. إذا بده يسبب شيء بيسبب إعادة حصول الهلوسات اللي هو من الأساس انعطى الدواء كرماله إذا كان انعطى لهذه الحالة، بس ولا يمكن يكون هو سبب البايبولر ديسوردر. معناتها العلاج مظبوط عند العلاج هلا ما فيني أقول إذا مظبوط ولا حسب التشخيص الأساسي اللي كان، ولكن آخر جزء من سؤاله هل ممكن إنه العقل يرجع لطبيعته إذا كان فعلا تشخيص بايبولر ويمكن بالأول ما كان عارف التشخيص؟ ساعتها ما منقول أصلاً إنه العقل طبيعي أو مش طبيعي، لأنه حتى البايبولر تحت سيطرة الأدوية يعتبر إنسان طبيعي. على كل حال حتى بالسكان ما بيبين مثل ما تفضلت وذكرت، ما في شيء أبداً بيوحي بأنه هالعقل مخربط، يعني هي حالة نفسية أكثر تترجم بهيك هالكرايز. بس دكتور الصعوبة هون كيف نقنع هالشخص إنه هو منه منيح؟ كيف نقنع هالشخص إنه يتابع بالدواء؟ كيف نقنع هالشخص إنه ما يعمل نكران لواقعه أيضاً؟ وهيدي شفناها بأول تليفون لما قالت أختها عدة مرات وقفت الأدوية وتخبي الأدوية. للأسف هيدي منشوفها كتير بالسكيزوفرينيا وبالبايبولر. أهم شيء نرجع للي كنا عم نقوله دور السايكوثيرابي، العلاج النفسي اللي بيترافق مع الدواء 100%. لأنه نحن اليوم معروفة طبياً كل مريض بيحس إنه انفرض عليه حالة طبية أو مرض معين بيكون رافض للعلاج، خاصة بالأمراض والاضطرابات النفسية. لما الإنسان يحس بمحل معين إنه هو مسؤول عن حاله وعم بيشارك بالقرارات وقادر يغير بتطور هذه الحالة المرضية، نسبة التملك بالدواء والكومبلاينس بتعلى كتير. فمن أول الطريق لازم يكون في علاج سلوكي فكري تيفهم المريض إنه أولاً هيدي من غير الدواء فيها تأثر بطريقة كتير سلبية على حياته اليومية، على من ناحية اجتماعية، من ناحية شخصية، من ناحية مهنية. ولكن إذا استمر بالدواء بيقدر يعيش حياة جداً طبيعية، بيتجوز، بيأسس بيت، بيقدر يشتغل، بيقدر يعيش حياة أو بتقدر تعيش حياة جداً 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 طبيعية طالما الإنسان ملتزم بالدواء. بس بخافوا إنه ينجبوا، ما في شك لأنه رح يصيروا يمكن أولادهم مثل صح. وأنا بالنسبة لألي بقول لك رانيا هيدا الخوف بمحله، يعني ما حدا إذا كان عنده احتمال يعرف أنه في إمكانية ولد يطلع عنده بايبولر حيكون هو هالقد 100% مشجع على الفكرة. ولكن بنفس الوقت نحن بدنا نكسر مفهوم أنه البايبولر مريض معادي للمجتمع، لأنه هيداكي أنتي سوشل مش بايبولر. هيدا إنسان تحت سيطرة الأدوية بيقدر يعيش حياته جدا طبيعية. وبالتالي إذا هيدا الشخص اليوم صار له 5 سنين 10 سنين تحت الأدوية وعايش حياته وناجح بشغله وناجح بحياته على الصعيد الشخصي، ليش تما يكون محمس على فكرة تأسيس عائلة؟ على كل حال هون بيكون في وعي أكتر أكيد، يعني يمكن هون دغري بتكتشف الحالة عند ولد أو عند المراهق، معناتها ببلش العلاج عند صغار، معناتها بيكون في متابعة. صح. العلاج ضروري ينزيد مع الوقت، يعني دوز الدواء بتزيد مع العمر أو لا مش بالضرورة؟ مش بالضرورة ينزيد الدواء، عادة بينزيد نتيجة توقيف الدواء الغير مبرر من ناحية المرضى. يعني كل ما نحن وقفنا دواء كل ما صار أصعب أنه نرجع نرجلج الحالة المرضية على العلاج أو العيارات اللي كنا عم ناخدها المرة السابقة. فهون كمان المريض بيكون عم بيضر حاله بتوقيف الأدوية، يعني بيلاقي حاله صار منيح. والتبرير دايما اللي بيعطوك إياه المرضى، ما أنا انعطيت دواء للهلوسات بطلت عم بهلوس، ليه بدي أخذ الدواء؟ أنا انعطيت دواء كرمال تقلب المزاج والعصبي، ما أنا بطلت معصب. هي هون حالة مزمنة مثل مريض السكري والضغط. مريض الضغط بياخد حبة الضغط مش بس لما يطلع ضغطه، بياخدها وقائيا تما يعلى الضغط.
ونفس الشيء بالنسبة للباي بولر، بده يتاخذ الدواء تنمنع حصول التقلبات المزاجية. ونفس الشيء كمان بالنسبة للسكري والضغط دكتور، لما بنخربط بالدواء بنرجع عنا صعوبة انه نركلج الدواء وتماما انه الاهل ممكن يكونوا عم ينقلوا هالجينات لاولادهم، مثل ودائما بتشبه هالموضوع باي مرض اللي كان، بكوليسترول، بسكري، بالضغط، باي مرض أكيد. موجود بالجسم. منشان هيك نحن عم نعمل هالتوعية، ومنشان هيك عم نقول انه هالامور هيدي لازم ينحكى فيها، ما نخاف، وفيك تقولها على العالي مثل ما عملت لنا هالحملة السنة الماضية. شكرا لك دكتور وائل سلامة، اختصاصي بالامراض العقلية والنفسية واستاذ جامعي. دايما هيك التوعية بتكون هالقد لطيفة منك، اهلا وسهلا فيك. رح ناخذ بريك ونرجع.